أيضا مع جريدة الأهرام وزيرة القوى العاملة. 15 مايو آخر موعد لتوفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن. أعلنت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن 15 مايو القادم هو آخر موعد لتوفيق أوضاع 34,000 مصري يعملون بالأردن. وقالت الوزيرة في تصريح لها أمس أن إجمالي العمالة المصرية التي قامت بتصويب أوضاعها خلال 29 يوما الماضية بلغ 34,336 عاملا. وشددت عشري على ضرورة تصويب أوضاع العمالة المصرية الصادر بحقهم قرارات تسفير ولم تستفد من هذه المهلة. معنا على الهاتف الأستاذ ياسر الشربيني متحدث باسم وزارة القوى العاملة والهجرة. أستاذ ياسر صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور يا فندم، أهلا بك. بخصوص العمالة المصرية في الأردن، فإحنا بنتكلم إن هما دلوقتي حاليا في عملية تصحيح للأوضاع، العمالة اللي معهاش يعني تصاريح أو ما شابه، وفي عمالة هيتم ترحيلها. عايزين نعرف المزيد حول هذا الخبر. تمام، هو طبعا حضرتك في اطار العلاقات المتميزه اللي بتجمع وزاره العمل المصريه بوزاره العمل الاردنيه، تم الاتفاق على منح مهله للعماله المصريه المتواجده حاليا على ارض الاردن بصوره غير مشروعه. المهله دي بدات من يوم 14/3 وهتنتهي يوم 15/5 ان شاء الله. بمقتضاها يتم تقنين اوضاع العماله المصريه المتواجده دون ترحيل. والحمد لله يمكن خلال الفتره اللي فاتت من بدايه المهله وحتى يمكن اول امس تم نجحنا فعلا في ان احنا نقنن اوضاع حوالي 34,300 عامل مصري، وان شاء الله بنامل ان النسبه دي ترتفع على نهايه المهله باذن الله. طب بالنسبه للعماله المصريه الموجوده في ليبيا، طمنا عليها. لا، في ليبيا يعني الحمد لله طبعا انت عارف في الظروف الامنيه اللي هي متواجده حاليا في ليبيا، احنا بنحاول بقدر الامكان طبعا ان احنا يعني نعمل يبقى على تواصل باستمرار مع المجموعه اللي هناك ونوفر لهم قدر مناسب من الحمايه طبعا بالتنسيق مع وزاره الخارجيه في حدود الامكانيات المتاحه بالنسبه لنا طبعا. والعمالة المصرية الموجودة في السعودية كان برضو كان في مهلة لتصويب أوضاعها، هل تم بالفعل تصويب أوضاعها كلها ولا لسه في مشاكل؟ لا طبعا لسه طبعا إجراءات تقنين الأوضاع طبعا لسه مستمرة. أنت عارف حضرتك إن العدد طبعا مش قليل وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نحاول يعني نخضع أكبر عدد ممكن من العمالة المصرية لإجراءات تصويب الأوضاع طبعا يعني تخوفا من ترحيلهم طبعا. طب آخر حاجة، آخر سؤال أسأله حضرتك، هل في إجراءات هتتخذها وزارة القوى العاملة والهجرة لضمان أن العمالة المصرية لما تخرج للخارج تخرج بأوراق رسمية وما يتمش عمل زي ما بيقولوا ساعات بيتم النصب عليها وما إلى ذلك؟ طبعا يا فندم، طبعا احنا حاليا طبعا ماشيين في الربط الالكتروني مع معظم الدول العربيه اللي لينا فيها عماله مصريه. يمكن الاردن خلاص تم انهاء عمليه الربط الالكتروني، ليبيا ماشيين في اجراءاتها طبعا بس يمكن الظروف الامنيه حالت دون استكمال الربط، وان شاء الله السعوديه برضو اجراءات الربط الالكتروني هيتم معاها. ومجرد ما هيتم الربط الالكتروني طبعا خلاص هيبقى كل العماله اللي بتروح للدول دي طبعا هتبقى مسجله على القاعده ومش هيبقى في حاجه ان احنا نعمل تقنين اوضاع لهم مره ثانيه. إن شاء الله ربنا يوفقك. الأستاذ ياسر الشربيني متحدث باسم وزارة القوى العاملة والهجرة، جزيل